انت بتعرفي تطبخي طبعا؟ طبعا وست بيت شطوره طبعا، ما اقدرش اقول غير كده. وكل اكلكم دليفري ما شاء الله. يبقى خلاص بقى. طيب ماشي. وياما اكلت من عندها عزومات، محشي وبط وزوفلاخ. انكري بقى انكري. لا لا ما اقدرش. الله ايه الحاجات إيه الحلوه دي؟ وده المكون اللي انا هعمل بيه الطبخه. اه ده دقيق. دقيق. اه البيت بتطبخي ايه كريستين؟ كل حاجه، كل انواع الاكل، كل انواع الاكل. طب لما بيجي لك صاحباتك بقى، يعني اكتر حاجه بتحبي تعمليها لهم ده؟ بيحبوا ياكلوا مني ورق العنب، خاصه انا بعمله مع الريش. يا عيني. فانا بحب اصلا يعني موضوع المطبخ ده، بس يعني حاليا انا بحب انا بحبه بس انا اخر حاجه الاقي وقت بس، وان شاء الله كل حاجه تبقى تمام. بصي هو يمكن اطعم حاجه في الطبق التشيز اللي حاطه.